حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم في كل المواضيع اللي نطرحها في حلقات صوتكم. أي شخص يحب يتصل ببرنامج صوتكم يقدر يتصل بينا على الأرقام التالية اللي راح تطلع هنا. عندكم الأرقام الثلاثة تشوفوها ذني من داخل العراق من خارج العراق، تقدرون تتصلون بها على حد سواء بأي دقيقة من دقائق البرنامج. الرقم اللي راح يطلع هنا هذا رقم الواتساب، فعذروني ما أقدر أستقبل به لا مكالمة ولا رسالة صوتية. أما الرقمين اللي راح تشوفوهن هنا ذني مخصصات إلى داخل العراق من زاخول الفاو، تقدرون تتصلون بنا على أي رقم من ذني الأرقام. فعدكم ذني 2 و3 للاتصال، هاي 5 أرقام تتصلون بها من داخل العراق و3 من داخل العراق أو خارج العراق، وعدكم رقم الواتساب للرسائل المكتوبة أو النصية فقط. اليوم أو الحدث الجلل اللي دا يصير بالعراق صار له كم يوم وحكينا عليه، بس هم راح نرجع نحكي عليه لأنه أكو بي يعني تحليلات جديدة. ميليشيا الصدر سرايا السلام السيد، الفيديو اللي شفتوه بداية هاي الميليشيات مالته، مدرعات ورشاشات وسلاح ثقيل. من المفترض لو كانت الدولة مدنية بمعنى الكلمة ما عنده هذا السلاح. هذا السلاح اللي هسه طالع هنا هذا مو مال شيء خارج الجيش، هاي المدرعات والدبابات والآليات العسكرية الحكومية. من المفترض هسه هاي مدرعة، انت ما طالع، مو انت الجيش ما طالع حتى يروح يسوي مداهمة او عنده معركة حتى يطلع هاي الآليات. ما شاء الله ناقلة دبابات وياها ومدرعات ودبابة وهاي دبابة. ثانيا المفروض هسه الجيش او الحكومة يجون على الصدر يقولوا له هاي ميلك. لو كانت الحكومة تحترم نفسها، هاي الآليات هسه اللي طالعة هنا ذني آليات من المفترض انها تابعة للحكومة وللجيش، ما تابعة المقتدى. من هو مقتدى حتى يستولي على القطاعات العسكرية العراقية أو على القطع العسكرية العراقية أو على سلاح عراقي؟ من يكون مقتدى حتى يأخذ هذا السلاح لنفسه؟ وشنها الحكومة التعبانة اللي ما لها شخصية أصلا بحيث ما تقدر تلزم المقتدى تقول له تمين جايب السلاح، مين لك، شلون طلعته؟ المفروض إذا العراق بحالة سلم داخل المدن، وهذا نعرفه، هاي القطاعات موجودة بالثكنات العسكرية. أما إذا كانت أدها معارك خارج بغداد أو على جهات معينة، هاي القطاعات المفروض نشوفها في ساحات المعارك. بس نشوف هاي القطاعات العسكرية أو القطع العسكرية داخل شوارع بغداد وبانتشار للميليشيا، هاي كارثة. طبعا هو برر يقول انه انتشار ميليشياته ببغداد والمحافظات كان بموافقة حكومة كاظمي. اهلهل زين. وانه القوات الامنية بحالة انهيار وضعف، وانه الكثير ممن سماهم باصحاب ودعاة العنف يعتدون على عناصر قوات الامن، مبرر تدخل عناصر ميليشياته ونشرها جاء لرفع الظلم والمعاناة عنهم. خويا روح ارفع لي الظلم عن الناشطين، وروح ارفع لي الظلم عن المعتصمين، وروح ارفع لي الظلم عن الثوار، وروح ارفع لي الظلم عن الشعب العراقي، وروح رجع المي والكهرباء، وبعدين تعال احكي. محمود بن اربيل حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرام. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ هلا بيك اخويا. انا على الهواء لو مو على الهواء؟ على الهواء انت اخويا العزيز. على الهواء. تفضل غاتي. يعني اخي هي واضحه، هي واضحه ان الشغله هسه اللعبه الاوليه خلصت، بدت اللعبه الثانيه هي التنافس العلني. كانوا متنافسين لكن بالسر، هسه بدا التنافس العلني، التنافس بالشارع خارج الدوائر خارج المؤسسات الحكوميه. بدا التنافس. الآن مقتدى الصدر يقول الرئاسة الوزراء المقبلة لن تكون لأي حزب،
يعني يقصد حزب تيار حصرا. والمالكي يقول لن يكون الكاظمي رئيس الوزراء المقبل، وبهذا سيكون الشعب باقي على وضعيته، يعني هو سيبقى ضحية لهؤلاء المتسلطين، يأتون بهذا ويأتون بهذا ويأتون بهذا المرتزق ويأتون بهذا المرتزق، ثم يقوون عفوا شوكتهم، ويبقى المواطن الفقير لا حول ولا قوة إلا من التزم بحزب معين معروف في السلطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، شكرا لك أخ محمود. يعني المشكلة من يطلع يقول هذا التواطؤ الحكومي مع الميليشيا اجى بتاكيد للقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، ويقول انه انتشار ميليشيا سرايا السلام ببغداد ومحافظتين كربلاء والنجف جاء بالتنسيق مع حكومه مصطفى الكاظمي. يعني هسه ايش تردونا مثلا؟ يعني هسه اذا ذول الميليشيات لزموا وكتلوا بالعالم، حاسب مقتدن، حاسب السرايا، حاسب الحكومه، المن حاسب؟ المن نجي نقول له دمنا وين؟ هاي القضيه هسه من دا يطلع، وهذا السلاح اللي دا ينتشر، يعني المشكله انه هاي سلاح جيش، هاي سلاح دوله، ويجي ويقول لك اني انه القوات الامنيه بحاله انهيار وضعف. هو منو سبب الانهيار والضعف غير انتو؟ منو سبب هذا الانهيار ومنو سبب هذا الضعف غيركم؟ من اللي أذى الجيش وأذى القوات الأمنية غيركم؟ وأمنيتي أفتهم قوات الشرطة العراقية شنو شغلها؟ أو القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية شنو شغلها؟ أمنيتي أفهم. سعد من الكويت حياك الله. يا أستاذ تحية احتراماً وتقدير لك وللبرنامج الراقي المميز. حياك الله أستاذ. ممكن أجاوبك يا أستاذي؟ نعم أستاذ أفل. نعم نعم ممكن أجاوبك يا أستاذي؟ أي نعم ليش لا. الجيش المهدي يا أستاذي لما يستنفر ممكن أنه قد يكون بيحرر الجولان، بيحرر الجولان أو يحرر القدس يا أستاذي. نعم هذا أنا أعتقد كذا تليه، يعني هذا حسب معرفتي والله أعلم. وهذا الاستنفار يعني غريب وعجيب يا أستاذي. نعم ولكن نتمنى عودة النازحين يا أستاذي، وإطلاق أستاذ المعتقلين والمحتجزين من المتظاهرين النشامة والمحتجزين، وكذلك يا أستاذي الذين يريدون حقوقهم المشروعة والقانونية، وكذلك أيضا يا أستاذي محاسبة المافيات وغسيل الأموال. وإحنا كذلك أيضا يا أستاذي عندنا طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، يعني المافيات يا أستاذي، وكذلك أيضا نعاني من هموم وأحزان. تحياتي لك وللبرنامج وشكرا. نعم شكرا، شكرا جزيلا لك أخ سعد. المشكلة اللي إحنا دا نوقع بيها هي مو شغلة ميليشيات أو ما ميليشيات، سبب دمار العراق هم ذولا، هم دا ينتشرون داخل المدن. لو هم يريدون يأسسون دولة أو تكون الدولة العراقية على زمانهم دولة، لأنه إحنا هسه مو بدولة، أبعد ما يكون العراق اليوم عن تسمية دولة. اليوم العراق عبارة عن عشائر تحكم، عن لا مو عشائر، حتى قانون عشائر أفضل، عبارة عن مافيات تحكم، وحتى المافيات يمكن تلقي عندها نظام أكثر. اليوم اللي دا يحكم بالعراق شيء غريب عجيب، كل من أسس له ميليشيا وأسس له قوة وما أعرف شنو، وقام يسيطر على الانتخابات بهالميليشيا هاي، ويسيطر على الناس بهالميليشيا هاي، ويسيطر على العالم بهالميليشيا هاي، وعلى فلوسهم ومقدراتهم. والمشكلة المجتمع الدولي اللي قاعد يتعامل وياهم. لو كانت الدولة دولة، أي خطر داخل المدن هذا اللي تابع إلى قوات وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة والنجدة وهالأمور هذا.
أي شيء خارج المدن يأثر على حدود العراق الخارجية هذه تابعة إلى قوات وزارة الدفاع العراقية، لأنه وزارة الدفاع هي اللي مسؤولة عن حماية العراق أرضا وجوا وبحرا من الهجمات الخارجية ومن الأخطار الخارجية. أما قوات وزارة الداخلية وعلى رأسها الشرطة هي اللي مسؤولة عن حماية مناطق العراق الداخلية من الشرور الداخلية. بس احنا اليوم ما نشوف لا جيش ولا شرطة، احنا نشوف ميليشيات، لا الجيش إلى دور، وفجأة نسمع اكو قطعة من القطاعات العسكرية مشاركة في قمع التظاهرات، بس ما شفناها في أدوار أخرى، ولا نشوف الشرطة إلها دور إلا لما يطلعونا واحد بايك كلينيس، واحد ما أدري شنو، هاي نشوفهم للشرطة، واحد اشتكى على جيرانه، بس البقية كلها نشوف ميليشيات وعدهم سلاح. مشكلة هذا السلاح يمدوه للعالم بإهانة، لأن هم دهينون هاي الدولة. عادل من لندن حياك الله. السلام عليكم أخي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي قبل لا أجيب على سؤالك اللي أثرته بداية البرنامج اللي هو من هو مقتدى الصدر؟ نعم. قبل لا أجيب على هذا الجواب بس عندي 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 طلب يعني أو أمنية. أتمنى أن تلغى وزارة الدفاع، تحل وزارة الدفاع، والجيش يعني يوزعوا على الوزارات الخدمية، شوف تنظيف شوارع، يبلطون شوارع، شيء أحسن لهم يعني، ما وجودهم ما إلى معنى يعني. نعم. يعني على قولتهم اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور، اسمه جيش عراقي بس هو مو جيش عراقي، ما له علاقة. نعم. أما بالنسبة لسؤالك أخي العزيز، من هو مقتدى الصدر؟ خلينا نتكلم شوية بجد. مقتدى الصدر هذا اللي ما عاجب أحد، هذا القائد المستقبلي للعراق بتوافق بريطاني إيراني، هذا قاعد يهيئ مقتدى الصدر. طبعا مقتدى الصدر واللي طبعا مو هو، ما راح يكون هو الشخص المباشر، هو راح يكون رمز مثل شون خامنئي الظل. مقتدى الصدر قاعد يهيئ بريطانيا إيرانيا. مقتدى الصدر قبل فترة، قبل أشهر، كان المفروض يجي إلى بريطانيا ويلقي خطاب بالبرلمان البريطاني. هذا جزء من التهيئة للتهيئة لهذا المشروع. هذا هو مقتدى الصدر، لذلك تشوفه نازل بزودة. أما هو مسألة أن نزل الشارع الميليشيات الصدر سراي السلام، نزلت باتفاق مع الحكومة، لا مو مع اتفاق بالحكومة، مع احترامي ها، داسوا على رأس الحكومة ودون نزلوا للشارع، لا الحكومة تقدر لهم ولا أي واحد يقدر لهم، ما حد يقدر لهم. نزلوا يتحدون المالكي، ونزلوا يتحدون العصائب والفتح، واحنا القادمين احنا راح نكون على رأس الحكومة بتوافق بريطاني إيراني، وهذا جزء من صفقة عودة إيران والغاء العقوبات على إيران. هذا هو مقتدى الصدر، هذا اللي ما عاجب أحد، اللي ما يعرف يتكلم تصور هو راح يكون قائد للعراق، هذا راح يقود بلد عظيم مثل العراق، بلد عمره أكثر من 5000 سنة. هذا مقتدى الصدر للأسف. يعني وين الشعب العراقي؟ يسوي المرشد مال العراق مثلا يعني؟ لا مو مرشد، مو مرشد، لأنه ما يعرف يحكي فما يخلونه مرشد، يخلونه قائد يقعد هاي يطلع حبيبي ما حبيبي. وهذول الجماعة تعرفوهم، العالم كله يعرفهم هسه، مو بس العراقيين، حتى الناس بالخارج قام يعرفوهم. هذول أشوفهم راح يستلمون وزارات ويستلمون حكم العراق. نعم. هسه إذا أريد الصراحة ماكو أحد ينافسه، ماكو أحد ينافسه، لذلك نزل من هسه يريد يفرض، مو يفرض أمر واقع. أول شيء عنده سند وعنده ضمان وعنده تأييد دولي، فنزل يقول لهم أنا موجود، أنا القادم. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا شكرا لك أخ عادل. حسين من البصرة حياك الله يا حسين. حبيبي أستاذ أسد، الله يساعدك. هلا بيك أخويا ويساعدك. شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. حياك الله أخويا. حبيبي أستاذ أسد، ذولا من نزلوا الشارع، نزلوا يفرضون نفسهم على أساس علموا ذولا الحكومة وما حكومة، وشوفنا احنا بالنسبة لنا
عندنا قوة. والله هذول هم القوة ذولا، ذولا كفي لك الله، هذا مقتدى الصدر، هذا نزل قوة على الحكومة، نزل قوة على الحكومة، هذا ينزل قوة عليهم، لأن ما حد يرده، ما له ردود، لأن هو هذا هو جماعته، هذول بالنسبة لهم يعني شكل لك عليهم أستاذ أسد، هذول هو أستاذنا من بصرة، كفي لك الله هيته 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 يعني هذا بالشوارية. ما حد يحاسب لا شرطة لا محافظ لا غير، ما حد يحاسبهم. والله يكفي لك العباس ايش؟ بس شو تسوي لهم احنا؟ ما عاد شو تسوي استاذ مختلف استاذ اسد هو هذا مختلف صدر هم يجي يسوي له لعبه بالعراق وعلى ابوه انا قائد وانا قائد ويظل على اساس على قيادته. ما ان شاء الله ان شاء الله على المصرين الامام العجل المهدي عز الله فرجه يطلع هو يسوي النحل. ويطلع سوى النحاس سوى بعد واما اما انضحي يا استاذ اسد اما انضحي كبيرك العباس انضحي تكون فيكون بالسلاح بعد عليهم ما بيك المجال ساعة الصفر تدق عليهم. والسلام عليكم. شكرا جزيلا لك اخ حسين. يعني القضية وما بيها انه مقتدى الصدر من يسلم هكذا سلاح ويطلع ويطلع ويقول انه هذا بامر من حكومه الكاظمي او بالتوافق مع حكومه الكاظمي، والله ما اعرف انه مصطفى الكاظمي شلون رضى. الطامه الكبرى اللي قالها عزت الشابندر. عزت الشابندر يقول انه الصراع على السلطه بالعراق اليوم وصل الى حاله او الى مرحله خطره جدا، ومصطفى الكاظمي قد يكون اخر رئيس وزراء قبل حالة الفوضى بالعراق. حالة الفوضى هي حالة الحرب الأهلية. تذكرون الصومال بالتسعينات؟ هيك راح يصير. حالة فوضى. اللي عنده سلاح وعنده قوة كل ما راح يسوي له إقطاعية ويصير هو رئيسها، هاي حالة الفوضى. فاحتمال راح نلقى عندنا عدة اقطاعيات، لأن حسبوا كم ميليشيا عندنا. خزعلي عنده، الصدر عنده، المالكي عنده، أبو ولاء الولائي عنده، أبو ما أدري منو ما أدري منين هم عنده، وأبو فلان المسامعين بيه همينا عنده، وذاك اللي ما شايفيه بالعراق همينا عنده، وهسه أكو الحشد اللي تابع لعتبات المقدسة، إذا المرجعية همينا عندها. منو يوقع بيها؟ أنتوا جابوني. أبو فاطمة من النجف حياك الله. الله محييك أستاذ أفل، تحية لك يا أخي الكريم. هذا بيك أخوي. ولكافة الأخوة. أخي هذا البلد كما يقال بلد كل من إيده إله. نعم. بلد ميليشيات لا توجد دولة، دولة مجرد اسم يعني صورة فقط أمام الرأي العام العالمي وليس في العراق. العراقيين الآن كلهم يعرفون لا توجد دولة، لا توجد قانون. الميليشيات اخي من تخاف؟ اذا القضاء منهم يعني من من منهم وبيهم، اذا الشرطه منهم وبيهم، لان الشرطه والجيش هم اصلا نواه الميليشيات في زمن ابراهيم الجعفري. نعم. عندما وافق المجرم بول بريمر على ادماج هؤلاء هم ومنظمه بدر والمجلس الاعلى وغيره وغيره، فهم اخيها. اضف الى ذلك المستشارين والدمج من الإيرانيين غيرهم، يعني العراق مطبق عليه من قبل هؤلاء الميليشيات. وهذه الفوضى التي يعني رأيناها هذا دليل واضح على أنهم يقولوا للعالم والعراقيين ترى احنا يعني في أي لحظة ننزل ونقتل ونخطف ونهدد وكذا. ثم أخي هذه قضية ترى فيها ضرب هذا المجرم مقتدى يعني عصفورين أو أكثر بحجر. محافظة نجف مشتكية يعني أرسلت كتاب إلى يعني شكوى بتجاوز أو اغتصاب العتبات على أراضي في النجف. هذه نعم. معروفة هذه يعني هذه فضيحة الآن أمام الرأي العام يريدوا يغطوا عليها. وكذلك قضية الانتخابات وقضية التلطيخ سمعة مقتدى في المؤتمر الشعراء، فكل هذه هو يريد يعني يغطي عليها حتى
ينسى الناس وكذا إلى آخره. في نقطة أخي أفل لو تسمح لي. تفضل. المجرم الموجود الآن من إيران المدرسي أو رئيسي أو كذا. رئيسي. رئيسي رئيس مجلس القضاء الأعلى، هذا المجرم اللي الآن عرفوه الكل إنه هو هذا الذي كان على رأس إعدام أكثر من 70,000 إيراني في عند يعني في زمن الخميني. الآن هم موقع على يعني تفاهم، ايش يسموها، وثيقة تفاهم بينه مذكرة تفاهم، نعم نعم، بينه وبين الحكومة على أن كل إيراني يقوم بجريمة قتل أو جريمة أخرى مخدرات وغيرها يتم إرساله إلى إيران. يعني معناه أنه حصانة للعملاء والإيرانيين موجودين الآن في العراق، فلينتبه الشارع العراقي أنه سوف تكون هنالك اغتيالات في لا سمح الله، واللي يقتل يأخذه يودوا لإيران، يقول لك عندنا مذكرة تفاهم. فأخي الوضع يعني من سيء إلى أسوأ، واحنا نريد يعني من الناس تنتبه وتوعي وتتكلم، ولا يتركون هؤلاء يعني يتكلمون الانتخابات وكذا. يعني الامر في حيصه بيصه. احنا فقط نريد ان يكفينا الله شر هؤلاء المجرمين. يعني الظلم والقتل اخي ما يدوم، لكن احنا نريد يعني من كل الناس الان تطلع اخي تظاهرات، يعني كل يعمل على حسب استطاعته. القتل الان في الكوت والهذا على اي اساس؟ يعني الكاظم يشوف ايش يسوي هذا؟ اذا يشوف الدماء الان يعني على اي اساس يقتلون في الناس من جده وجديد؟ الرئيس الجمهوريه الله يكرم ايش يسمع شنو نايم بالقمر؟ هذا وضع يعني ما صاير اخي افل، ما صايره في العالم كله، يعني ما موجود في العراق. قتل وسرقة وابتزاز واغتصاب، والناس الآن شي تقتل بشي، أم تقتل أولادها وكذا، أين القانون؟ أين كل شي؟ ماكو. وأشكرك أخي الكريم. شكرا شكرا لك أبو فاطمة. اليوم العراق يعني يعاني ما يعاني نتيجة وجود هؤلاء على سدة الحكم. اليوم العراق يحتاج إلى رجل، العراق اليوم يحتاج إلى رجل، رجل بمعنى الكلمة وليس بشبيه رجل، اللي موجودين على سدة الحكم من مقتدى إلى قيس الخزعلي إلى الكاظمي إلى نور المالكي إلى أي واحد بيهم، هم أشباه رجال وهم ليسوا برجال. العراق اليوم يحتاج لرجل يفكر بأبناء شعبه. اليوم يحتاج العراق إلى رجل يرجع فلوس العراق اللي انهبت، والأكثر من 1,000 مليار دولار اللي راحت بجيوب السياسيين. اليوم العراق يحتاج إلى شخص يرجع قيمة العراق مثل ما كان. اليوم يحتاج العراق أنه يبني سور داير مداير العراق ارتفاعه 100 متر مو 10 متر حتى يمنع دخول أي دخيل. المشكلة اليوم العراق بذولة جماعة مقتدى وجماعة قيس وجماعة أبو ولاء الولائي وأبو فلان الفلاني، ما شاء الله أسماء ما سامعين بيها، ما سامعين بيها. ومثل ما قال لنا الأخ عادل يقول ده يعدو ده يصير قائد العراق، هو منه حتى يصير قائد العراق؟ سامي من بغداد، حياك الله يا سامي. حياك الله أستاذ أفل، تحياتي الحضر، السلام عليكم. عليكم السلام. حياتي لإدارة القناة. أستاذ أفل يعني صراحة يعني صدق قلبنا ينزف دما، يعني شمال مستباح، جنوب أبناء شعبنا المظلوم خطية، لا بناء لا كل شيء ماكو. الصراحة هاي الكلمة صحيحة 100%. أنا أعيد والله الأخ عادم من لندن الجزء الأول لما قال شكو مسوين قوات أمنية وجيش وكذا، خليه يروحون يتولون الشعب يسوون شوارع ينظفون يبلطون شوارع. والله هذا صحيح، لأن كم واحد مثلا يمسكهم الجيش يروح يذبهم مكان يروح يطلعوه ويدسون على صورة. يعني صراحة العراق كله وأنا أقول لك هاي المسألة ما راح تفض، هذولا لازم يعني أقول لك لازم يقون، لأن أي انتخابات أي شيء أي تدخل من الخارج يقضي عليهم كلهم، لأن يعني ينفضحون. فلهذا أنا متأكد حتى
تشرين ما راح يصير انتخابات، و يعني ماكو عندنا ما عندنا دولة. هو هذا نفسه هو الكاظمي اصلا من الشروط اللي انه يصير رئيس وزراء يقضي على التظاهرات، فجاب له كم واحد من دول اللي كانوا عند خيام وسواهم مستشارين وخفت ثورة تشرين. فالمشكلة انه صعبة، يعني هذا شلون واحد فد عاصفة رملية تكنسهم من الجنوب الى الشمال. ما كل واحد دولة. وشوف تصور يعني في بلد على حكومة وجيش وشرطة وشغلات، ويجي واحد يقول بطة وما شنو. والله هذا العراق. اتذكر والله يا استاذ افل، والله العظيم بالسبعينات من كنا طلبة، اتذكر من كانت عصابات اكبر من هذول الاطفال الخزعلي ومقتدى، ما اريد اقول صدر لان شو اسمه، لان يجوز عائلة طيبة، بس هو هذا نفسه مقتدى. ماكو يعني، هو كان مؤيد اصلا قبل 2003. فقصدي كانت عصابات اقوى من الخزعلي وربعه وابو علاء الولائي والشرده، ما هاي كانوا زين. ماكو خلال شهر واحد قضى عليهم الامن العام قضى عليهم كلهم. كانوا يروحون على المحلات خواص شغلات كذا. فالشخص اذا بيده عنده زود وعنده كذا ويريد يخلص البلد والشعب هذا المظلوم، خطيه اللي قاضيها راتب ينقطع، قاضيها ما يعرف مين يدبر معيشته زين، وبعدين تجي ميليشيات ومقاومة ومنع. أما دولة هالشكل دولة ماكو يتطورون مثل الطفيليات، كل ما تصير شغلة شلون هسه كورونا ماكو مثلا مو ينقضى عليها يصير يتحول إلى شيء أقوى، شلون بريطانيا يتحول إلى شيء أقوى، وبعدين من هناك إلى ساوث أفريقيا هماتين كورونا صعدت شوية درجة. هذول هم هالشكل زين. يعني هذا المجرم المالك يقول أنا فد واحد ما أقدر وما قدرنا وكذا وشغلات، وذاك اليوم طلع والله أنا مستعد يعني إذا الشعب يريدني وماشين وكذا وكذا. وبعدين أنا ما أريد دول الخارج تلقي نظرة على انتخاباتنا وشغلاتنا. إيه مبينه يا مجرمين هذول باقين، بس ما بيها مجال هذول إلا واحد تقف قوي يمسكهم ويطيح لك حظهم. وتحياتي لإدارة القناة. شكرا لك أخ سامي. فاطمة من كربلاء حياك الله. حياك الله عفوا فاطمة. فاطمة تسمعيني؟ أخ سامي يقول كانوا يحلمون أو واحدهم شنو كان هو كلها سامعة نور المالكي لما طلع وقال أنا يعني لما صار الاحتلال وإجا بريمر كان أقصى طموحي إنه أصير مدير تربية بطويريج، او ما كنت اتخيل انه اصير مدير تربيه بطويري. فجاه لقى نفسه رئيس وزراء، وكلها تذكر شكولهم بال2003 شلون كانت. شوفوا شكولهم هسه، شوفوا لما صاروا اي واحد بيهم من السياسيين لما صار بالبرلمان روحوا تبعوا ورا ايش كان عنده، وشوفوا هسه ايش عنده. فاطمه من كربلاء حياك الله يا فاطمه. فاطمة تسمعيني؟ نعم أنا وياك. تفضلي أختي تفضلي. السلام عليكم أستاذ أسر. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بلي وياك. ألو أختي العزيزة، إذا تقدرين نص صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون أسرع أفضل. اصلا كلش نفيت التلفزيون ما عندي، سويت اغلاق. هلا بيك يما، انت وياي على التلفزيون على الهواء مباشره. الله يخليك يسلمك. تفضل يوم استاذ اسل. وياي وياك اختي العزيزه، انت على الهواء مباشره تفضلي. بلي استاذ اسل، حساك انت حساك، هاي الزعاطيط اللي يوميا طالع لنا واحد، هذا كويضين يوم عويدي اليوم على قولك العربي يوم عبيد، هذول شو كيف نخلص من عندهم؟ رحمة لوالديك. ما عندك معلومة يعني منا بركة الله
الله يسلط عليهم، ما حد يخسف الارض ليهم ويخلصنا من عندهم هم يا واهل العمايم وهالشكولات اللي قاعده تجي ما ادري منين ما منين التمت على هالشعب الفقير المسكين. شنو هالشكولات والله عليك؟ الله هاي الشباب بدها تروح هيك دمها هدر بدون داعي بدون سبب. شنو على ساعه والله تصير حرب الشوارع؟ شنو هالنهزله والميليشيات؟ عندنا 8 شباط 7 نيسان عروس الثورات كانوا طلعوها قديم. شنو الشوارع عندهم؟ والله عيب والله مهزله والله انفضحنا. هذا الكاظم هذا بحلق هذا تشنه شاب يا ابوك المرجع الله ينتقم من عنده. ايش قد اكرهه ومشؤوم من قبل العراق لسه. لا خلي رواتب لا فكرونا علينا موت العالم. يعني دي وين نوصل بعد ما اعرف. احنا على الحافه والله العظيم بقينا. يعني منين بدنا هالشوكولات؟ ما ندري. وشلون بهالشباب بدها تضيع؟ هيك الشباب ننتهي بعد ما احنا والله بنشوف بس عيد سود بس نسوان ونظر راح يلتافون على المراقب ما نعرف. ملتافين على الكاظميه وعلى العتبه الحسينيه والعباسيه وملتافين على الامام علي وما نعرف بعد وين يرجعون القبر طين وياخذون الذهب هم يعبوا بجيوبهم نفس الدنيا ونفسين. والله لا يوفقهم ولا يوفق جابهم علينا. والله ان شاء الله كلنا صار السبب واول واحد طبب هالمشكله للعراق بريمر وغير بريمر ما ادري والله بعد علينا نحكي ما اعرف لان ذولا متعبين وراح يسوون بينا امراض مزمنه. نعم. وما ادري ايش اقول بعد يا استاذ عسل. والله العظيم انا احب برنامجكم واقدره ومن البرامج نقول يعني اللي تنقل الحدث والاخبار الصحيحه بس بهالوقت اللي يحكي زين ما يريدوا اريد حشاكلنا ما بيجي الخايسه يروح ببغداد يطلع لي منا ومنا وبالمناطق وبالليالي يتختل هالعقروق الاكثر المدري منين الله جابه علينا. لا خلق ولا خلق حتى رب العالمين تعفل بوجهه. والله العظيم انا اشكرك شكرا وحمتك عيني. شكرا شكرا لك اخت فاطمه. المشكله وما بيها انت قلتي بريمر وغيره هم سبب ما صار بالعراق. قبل ما تفكرين ببريمر وبوش وتوني بلير والتحالف اللي جابوه علينا اكورس ترى هم ذولا نفسهم عاد علاوي واحمد الشلبي وعدنان الباتشي ونور المالكي وابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي هم نفسهم ذولا اللي كانوا يسميون نفسهم معارضه. هم نفسهم اللي طلعوا بمؤتمرات لندن وباريس ومدريد و سافروا وطبوا الكونغرس وطبوا الغيره وغيره وسوقوا الى قضيه انه العراق يمتلك اسلحه دمار شامل واسلحه بيولوجيه اللي بوش وراها اوباما واخر شيء ترامب اعترف فيها انه هي كاذبه. تعرفين اخت فاطمه يعني من المفترض لو يجي رئيس يفكر بمصلحة العراق بشكل أول يعني يكون العراق عنده أولا في قبل كل شيء قبل ولده وقبل نفسه يقدر هو يحاكم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وستين دولة. ذني الدول اللي ساقت كذبة دول التحالف الدولي اللي ساقوا كذبة أنه العراق يمتلك أسلحة دمار شامل ودمروه ودمروا بنيته التحتية وهدموه وكتلة وما كتلة من أبرياء تدرين يتحاكمون. المشكلة كلها حكيت لما طلع ترامب وسوى عفو على مجرمي بلاك ووتر اللي سببوا مجزرة ساحة النسور اللي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من العراقيين. بس طبعا يعطيهم عفو، ما المفروض واحد يزعل منه؟ وليش ما يعطيهم عفو إذا هم السلطة والحكام ما مهتمين ببلدهم ما مهتمين بشعبهم؟ صار تفجيرين بساحة الطيران راحوا للمساجين اللي موجودين بالسجن صار لهم سنين وما طالعين ويمكن ما شايفين ساحة الطيران بيهم من جماعة المحافظات. رأسا برهم صالح وقع عليه على 340 أدام. يقول ليش أنا ليش ما أعطيهم عفو عام؟ احنا ليش نزعل على ترامب نطلع عفو عام على مجرمي ساحة النسور؟ ما احنا عندنا شغلة مهمة. الكذبة اللي نساق عليها على ضوءها الاحتلال بالعراق، هاي الكذبة اللي دمرت بلد، هاي الكذبة اللي رملت ملايين النساء، هاي الكذبة اللي يتمت ملايين الأطفال، هاي الكذبة اللي ثكلت ملايين الأمهات
وصارت عندنا مقابر في حدائق البيوت وملاعب وبكل مكان يقدرون هسه على ضوءها يعيدون العراق وأمجاد العراق، بس لو أكو واحد شريف بيهم. أبو راشد من عمان حياك الله. تحية لك يا أسد والمشاهدين طال عمرك. بالنسبة لموضوع مقتدى الصدر اللي هو ما يتطرق إلى الأمن طال عمرك ولا نعم معي وياك. فموضوع طال عمرك قبل سنتين كان اقتحم المنطقة الخضراء، شنو كان هم معلومات استخباراتية كانت موجودة على ذاك الوقت، وأما المرقدين العسكري كان محتاج فلوس شوية. أبو راشد أنا أجاوبك زين، خلنا نطلق إلى موضوع آخر هو في شأن طال عمرك الجامعة العربية، وخلال الاجتماع الأخير قبل يومين كان تدخل في موضوع ليبيا فقط أو زين، أما من ناحية العراق منفي بالنسبة للجامعة العربية، وهناك كان هو سبب الرئيس من الجامعة العربية الشقوق في العراق من خلال 15 سنة. طيب تسمعني واضح؟ إيه. فالأمم المتحدة طال عمرك ليش ما دزت مندوب إلى الجامعة العربية؟ ليش لا إيران تدخل في الشأن العراقي؟ هذا يبي توضيح نقطة مهمة يعني. نعم. وشكرا يعطيك العافية. شكرا شكرا جزيلا لك. عزة الشابندر من طلع يقول ميليشيا سرايا السلام صعدت من شكل الصراع على السلطة اللافتة إلى أنه المراد من انتشارها إيصال رسالة أن التيار الصدري هو الأقوى بين الجميع، يبرر جميع الأطراف للتلويح بالسلاح مرة أخرى. يقول من دلالات الفوضى أنه تحول الوزارات إلى شركات خاصة للأحزاب ولجميع الأطراف السياسية في حكومة كاظمي. يقول يعني اعتبر الشابندر أن النظام السياسي بالعراق كتب الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين العربية ونفذ الأمريكيين وقبل به الإيرانيين حسب تعبيره. والله ما أعرف شو أحكي. عزة الشابندر أنت مو ياهم، أنت مو كنت بالبرلمان، أنت مو كنت قيادي بحزب الدعوة، شو هسه صار أنه اللي كتبوه الصهاينة ونفذوه الأمريكان وقبلوا به الإيرانيين؟ زين إذا أنتوا تعرفون اللي كاتب الصهاينة وتعرفون شنو مساوئه، على شنو وقعتوا على هذا الدستور وعلى هاي العملية السياسية؟ لو نفتح الكتاب مال مذكرات بريمر ونقرا اللي مكتوب بيه انه لما دخل البغداد رؤساء الاحزاب كانوا يتعاركون ايش قد راح يحصلون حصه وتقاسم الكعكه العراقيه. يحيى من الجزائر حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي اسباب تدمير العراق شيء واضح. نعم. أمريكا وإيران وزادت الآن الميليشيات. لماذا؟ لأن العراق كان في المقدمة تاع الدول العربية. نعم. خافوا يعني خافوا للعراقي يصبح متطور، وفي حقيقة كان متطور في عصر صدام حسين. كانت يعني الاقتصاد التربية يعني صفر الأموية. مدنا فيه لأن الشياكة والحكم ما هوش ديكتاتوري، حكم مستقيم. يعني كانت العراق في يعني العراق يعني دولة بتقول العراق يعني يخاف العدو، ولكن فهموا الإيران مع 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 أمريكا. وذا كولون باول يقولهم جاب صور وفبركة وقالهم من الدمار الشامل ليدمروا العراق. ربي ربي إن شاء الله يكون معكم يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شكرا جزيلا لك أخي يحيى. فلما يطلع أنا أشكر يعني كافة المتصلين اللي دا يحاولون يتصلون من بلدان الوطن العربي. إحنا نعرف كل زين أن الوطن العربي وطن واحد، ومن فرقنا هم الإنجليز نفسهم، هم المستعمرين نفسهم، هم اللي نفسهم اللي جوا احتلوا العراق بال 2003، هم اللي فرقوا هاي البلدان العربية وفرقوا وحدة الوطن العربي. لكن عزة الشابندر من يطلع ويحكي شو تريد هسه المواطن العراقي من يقعد؟ اي والله عزة الشابندر لقفها ذولا كاتبي مثل ما يقول هو حسب تعبيره كاتبي الاسرائيليين وجو الامريكان بس نفذوا ومنفذين ما لهم علاقه. تريدني اضحك؟ تريدني ابكي؟
انتوا واقفين ويا الشعب، وين حقوق الشعب؟ انتوا عراقيين لو لا؟ اذا انتوا هامكم المنصب وهامتكم الفلوس وهامتكم اللي ديجي بجيبكم، عم يقولوا انتوا شنو؟ انتوا عراقيين لو لا؟ اذا كنتوا عراقيين اثبتوا لنا، اثبت لهالمواطن هذا انه انت عراقي. مقتدى الصدر بدال ما تفكر تنشر ميليشيات مالتك حتى تخوف الناس، روح دافع عن الناس اذا انت عندك القوه. ابو علي من واسط، حياك الله. السلام عليكم استاذ عسل، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور الرافدين. عليك السلام والرحمه والاكرام اخوي. خلينا نقول، خلينا ناخذ من حكيهم هذا الوزير الجديد اللي ملحد شافه، وما ادري هو وزير شنو، هذا محمد صالح العراقي، ما اعرفه هو وزير شنو، يعني وزير ماليه، وزير دفاع، وزير داخليه، ما حد يعرفه شنو. بس لكن هو راح نسميه وزير الميليشيات، لان ما عندنا وزير ميليشيات بالحكومه العراقيه. يقول بناء على معلومات استخباراتيه، لعد هالمعلومات الاستخباراتيه ما اكتشفته الطرف الثالث، ما عرفته. زين هالمعلومات الاستخباراتيه هذه ما قالت لكم على تفجير ساحه الطيران؟ شو ما عرفتوا هذا؟ لا ابو علي، بس اذا تسمح لي، يحيى رسول طلع، يحيى رسول الناطق باسم عمليات بغداد، اللواء يحيى رسول، قال احنا كانت عندنا معلومات استخباراتيه تشير انه اكو تفجيرات راح تصير ببغداد، بس ما صدقنا. لا مو انا استفسر يعني من كلمه هم، شنو سبب ظهور ميليشيا سرايا السلام؟ ليش طلعت؟ يقول عندنا معلومات استخباراتيه بانه اكونا البعثيه، على قولتهم اللي حد خايفين من البعثيه، البعثيه وداعش يبدون يستهدفون المناطق المقدسه. او انا اسال يعني المعلومات الاستخباراتيه هذه عندكم هيش قويه وخلتكم تطلعون؟ يعني ليش ما جابت لكم معلومات عن التفجير وعن وجبتوا الطرف الثالث اللي قتل المتظاهرين منه؟ هذه استاذ عزال يعني. زين نجي الرئيس الوزراء اللي هو على افتراض انه يكون قائد عام قوات مسلحه، من غضب التغريده يعني، هو لو ساكت احسن. يعني انت لو ساكت تقول والله احنا ما نريد قطع الطرق وما نريد، لعد روح اعتقل محمد صالح العراقي وذبه بالسجن، اللي هو دعاهم للانتشار. زين طلع قواتك، انت تقول قواتنا هذه لحفظ الامن، طلعهم يقولون هذول وين رايحين؟ سأذل احنا خلينا نكون دقيقين. نعم. مقتدى الصدر اقوى من الحكومه وما حد يقدر عليه. لا هو باين من السلاح الشايله، من الانتشار. بالضبط. نعم. ثانيا يعني حسب تصريح المتحدث الرسمي باسم سرايا السلام البارحه سمعته يقول احنا اكثر من 100,000 مقاتل انتشروا. زين هذول ال 100,000 يعني بامره منو؟ هم يقولون احنا تابعين للحشد اللي هو امره القائد العام للقوات المسلحه. زين القائد العام يقول انا ما ادري وما ارضى بهيج امور. انه بالعراق لا اكو حكومه ولا اكو اسمها سلطه. نعم. ولا اكو وزاره الدفاع ولا وزاره الداخليه ولا قياده عامه للقوات. نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، أول رسالة وصلتني اليوم تقول إحنا مهما ننتخب نفشل أكيد، وأنا أقول لك وإنت قيس دولة ماكو شلون نختار الرئيس، وإنت قيس دولة ماكو شلون نختار الرئيس. السلام عليكم أخي أفل، ما أشوف هذا مقتدى الصدر بالجاهل أو مقبول، والله هذول جميعهم ديول إيران ويشيلون حذاء المرشد من بعد أبو عداي، ما أشوف رجال بعد لوم الأمريكان، هل استطاع الصدر أو غير الصدر والمالكي أو المحابس يصير زلمة ويتكلم؟ أفا على الوقت. أبو أسد من شط ميسان، مساء الخير قناة الرافدين العظيمة. أخ أفل، هاليوم مقتدى الصدر يقول إحنا ما نقبل الفساد بالحكومة، كافي فساد، منو الفاسد غير مقتدى؟ هو يقتل وهو خرب العراق، مستأنس على هذا الوضع، حسبي الله ونعم الوكيل. وأشكر كل كادر قناة الرافدين. فاتن من ألمانيا، السلام عليكم أخي العزيز، يخجل الآن باستقبال أي سياسي عراقي لأن يعرف مستقبلا، العالم يخجل الآن باستقبال أي سياسي عراقي لأن يعرف مسبقا أنه جاء حتى يطلب دين، وأن الدولة لا تريد مساعدة العراق لأن الأموال سوف تذهب للميليشيات ولجيوب الفاسدين. السلام عليكم أخي العزيز والطيب أبو الغيرة الغالي، ربي يحفظ كل عراقي طيب مثلك، وأمنيتي عراقي يشيل
ما عراقي يشيل هم ما زول اخوان وايد وحده ان شاء الله. السلام عليكم اخي افل. نعرف مقتدى الشيريد باقين وتبقى الثوره مستمره وما حد يحب العراق، كل من يحب مصلحه وفقط. المشكله اللي تصير اليوم يعني ابو علي قال انه مقتدى صدر يقول عندنا معلومات استخباراتيه، او الناطق الرسمي باسم سرايا يقول عندنا معلومات استخباراتيه تقول انه على اساس داعش واخرين يريدون انتقاد او الهجوم او استهداف المراقد بالعراق. المراقد معروفه اماكنها، مو مقتدى صدر اللي يروح يدافع عنها ولا الجيش، اكو قوات امنيه ينتشرون داير مدار المراقد، عندهم معلومه انه هذا المكان راح يستهدف، نشوف انتشارهم هناك ويطشون خبر انه عندنا معلومات استخباراتيه تشير الى انه هالمكان الفلاني او المرقد الفلاني قد يستهدف في اي لحظه من اللحظات واحنا موجودين هنا حتى ندافع عن هذا المرقد. اما انه ينتشرون في شوارع بغداد وشوارع النجف وشوارع كربلاء بالحاله اللي دا نشوفها، فاحنا اكيد راح نتفق ويا ما قالوا النشطاء ومثل ما قالوا المحللين السياسيين انه مقتدى الصدر يسعى الى قيام بانقلاب عسكري. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.